اتحمل يعني بعد ما كل سنتين مع بعض انه يعني كان لازم من المفروض انه لازم احس انه انا ببساطه ما قدرتش اشوفك لي. انا طبعا طلبت كم يوم عشان انه يعني نبعد لانه كان لازم هني اصلا كلهم يومين وانا انا انا انا, أنا اكتشفت انه انا حسيت حالي ضايع عشان هيك استرجعت جيت اقول لك انه انا متاسف انا بعتذر انا بعرف قديش انت بتحبيني انا بعرف قديش انت بتحبيني وقديش انت مش ممكن تتنازل عني عن جد بسهوله بس انا بهدول كم يوم انا فهمت معنى الحب يعني انك تكون هو قريب حواليك يعني الحب انت لازم تتطلع عشان تشوف الحب يعني لازم تتلفت حواليك وبتشوف الحب هون بقول لك انه ما عادش في بنات صغار اكيد مش رح يكون في بنات